أكدت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات ما يقرب من 66 شهيدا و383 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 234 على قطاع غزة أشار إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36,050 والمصابين إلى 81,026 منذ 7 أكتوبر الماضي. عميل متعيد يا حمام عميل الله يا شيخ ويسهل عليهم.